ملابس نتوم اسفلت وملهاش حدود وردة بتحاول تجاوب وانتوا معانا تسمعوا تعيشوا مع الحكاية وتستنوا النهاية وهو يتعلم ويفهم اللي يتقالوا. هيا توت طمني، عملت ايه في الامتحان؟ مالك يا ماما ورده مخضوضه ليه كده؟ وليه تعبه نفسك وجيتي تاخديني من المدرسه؟ اصلك امبارح كنت تعبان يا توت وكنت خايفه عليك قوي، خفت كمان ما تركزش من كتر الدواء. ما تقلقيش عليا يا ماما ورده، انا النهارده الحمد لله احسن بكتير، وبعدين الامتحان جه من كل الحاجات اللي احنا ذاكرناها وحلتها كلها. شفت بقى يا توت اننا لما بنذاكر كويس لازم نحل كويس في الامتحان، ووقتها مفيش ولا سؤال ممكن يقف قدامنا. فعلا يا ماما ورده، انا لما خلصت الامتحان ما كانش عندي اي شكوى من اي سؤال، ولما رجعت من الكتاب لقيت ان كل اللي عملته صح، بس في ناس زمايلي كانوا شايفين ان في اسئله صعبه جدا، واضح كده انهم ما كانوش مذاكرين كل حاجه. ربنا ينجحكم كلكم يا حبيبي. المهم قولي انت اتاخرت ليه جوه قوي كده؟ ده في ناس من زمايلك خرجوا من بدري تقريبا من 10 دقايق ولا حاجه. اصل كنت واقف مع زمايلي جوه بنتكلم في حاجه مهمه. هي ايه بقى الحاجه المهمه دي؟ ما تحكيلي كده واحنا في الطريق نتسلى. النهارده يا ماما واحد صاحبنا في الفصل عمل مقلب في عمرو زميلنا وخلاه يقع على وشه وفضل يضحك عليه. مقلب ازاي يعني يا توت؟ قال له في البريك، وكان وشه بيتكلم بجد جدا، اجري يا عمرو بسرعه في حشره كبيره جدا غريبه ودخلت شنطتك. فعمرو جري بسرعه عشان يشوف شنطته، ومن كتر السرعه والخضه وقع على وشه الكعبل، ولما وقع فضل صاحبنا يضحك عليه ويقول له انت بتصدق اي حاجه كده يا عمرو؟ انا كنت بضحك عليك، حشرتي بس اللي هتيجي في المدرسه. وعمرو صاحبنا اتكسف جدا واتضايق لما لقى كل الناس بتضحك عليه ما عدا انا وثلاثة من زمايلي. طيب وانتوا عملتوا ايه بقى معايا توت؟ قلنا له انت غلطت في حق عمرو ولازم تعتذر له، لكن هو مرضيش وقال لنا انه ما كانش قصده يعمل حاجه وحشه، هو كل اللي كان قصده انه يهزر مع عمرو ويعمل فيه مقلب لانه عارف انه بيخاف من الحشرات. لا طبعا يا توت، صاحبكم غلطان جدا جدا، لانه استغل خوف واحد زميله من حاجه وقرر انه يعمله بيها مقلب، وده طبعا مش هزار ابدا، لانه في النهايه احرق صاحبه جدا قدامكم كلكم. ما هو انا وزمايلي يا ماما ورده قررنا ان احنا نعمل فيه مقلب زي اللي هو عمله في عمرو زميلنا علشان يحرم يعمل كده تاني مع اي حد في فصلنا. لا طبعا يا توت، انتوا كده هتبقوا غلطتوا نفس غلطته. يا ماما ورده احنا زهقنا جدا منه، ودي مش اول مره يعمل مقلب في حد فينا، ده هو كل يوم على كده وكل يوم ليه مقلب شكل، ومهما كلمناه مفيش فايدة. صحيح هو أحيانا بيعمل مقالب دمها خفيف وكلنا بنضحك عليها، لكن بيحرج اللي بيتعمل المقلب فيه، وإحنا لازم نخليه يبطل الموضوع ده خالص ويحرم يعمله تاني. ما ينفعش صدقني يا توت إنكم تعالجوا الغلط بالغلط. ممكن بقى نكمل كلامنا لما نطلع البيت لأننا وصلنا؟ ماشي يا ماما ورد. توت شفت أخدتني في الكلام ونسيت، انا كان لازم اروح اشتري حاجه مهمه جدا، بس تطلع انت اقعد مع سمسمه شويه لانك جاي من الامتحان تعبان، وانا مش هتاخر عليك عشان نذاكر ماده بكره. حاضر. تعالى يا توت، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ وفين ماما ورده؟ راحت تشتري شويه حاجات يا سمسمه وقالت مش هتتاخر، وحتى لو اتاخرت انا لازم اخلص معاها الموضوع اللي اتكلمنا فيه لانه مضايقني جدا. موضوع ايه بس يا توت؟ قلقتني. في واحد صاحبنا في الفصل على طول بيعمل مقالب فينا وفاكر ان دي حاجه بتضحك، بس احنا بنتضايق جدا منه وقلنا هنعمل فيه مقلب علشان نعرفه ازاي المقالب دي حاجه سخيفه جدا. بس ده مش صح يا توت، ما ينفعش خالص، وما ينفعش كمان نعالج الغلط بغلط. انت كمان هتقولي زي ما ماما بتقولي، طب يعني نعمل معاه ايه علشان نخليه حرم؟ طب هقولك على حاجه، زي ما تعودنا مع بعض، ايه رايك احكي لك حكايه ونشوف فيها هتعمل ايه وانت اللي تقرر. هحكي لك النهارده حكايه حاتم. ايه حكايه حاتم دي يا سمسمه؟ يا ريت تحكيها لي بسرعه قبل ما ماما ورده تيجي.